مشاهدين أهلا بكم. الطائرة الجزائرية العسكرية المسير الجزائر 54 أو الطائرة الجزائرية العسكرية بدون طيار الجزائر 54 هي طائرة 100% جزائرية الصنع ويطلق عليها باللغة الإنجليزية الجزائر 55 وهي طائرة استطلاع بدون طيار استراتيجية ومتوسطة الارتفاع وطويلة المدى وقد صممت وصنعت هذه الطائرة بأياد وكفاءات جزائرية وطنية بالمهندسي والتقني الجيش الوطني الشعبي الجزائري مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة وتم تسميتها بالجزائر 54 وأيضا بالجزائر 55 تيملا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين في مسار الثورة التحريرية الجزائرية المباركة. إن الدرون المسلح الجزائر 54 يمكنه حمل صاروخ النمرود الموجه المستنسخ من الرابتور الجنوب إفريقي. يمكن لطائرة الجزائر 54 حمل 4 صواريخ من هذا النوع، كما يمكنها أيضا حمل توربيدات مضادات للسفن والغواصات. لقد تطورت قدرات الجيش الوطني الشعبي الجزائري فيما يخص الدرونات بعد دخول الجزائر 54 و55 الخدمة ودرونات من عائلة سي اتش. وتصنف الطائرة بدون طيار الجزائر 54 والجزائر 55 ضمن فئة الطائرات بدون طيار ذات ارتفاع متوسط المدى طويل مال. ومن حيث الخصائص تتفوق الجزائر 54 من حيث المدى والارتفاع ونقاط التسليح، لكن يعاب عليها نوع الذخيرة فقط. ثم تأتي الفئة الأخيرة وهي الطائرات بدون طيار ذات الارتفاع الشاهق والمدى الطويل هال. وفي الأخير تأتي الفئة UCAV أو UCAV وهي الطائرات بدون طيار القتالية. وقد صنفت هذه الطائرة الجزائر 54 من بين أخطر 10 طائرات مسيرة في العالم بناء على ما أورده الموقع الأمريكي Army Technology قائمة 10 طائرات مسيرة عسكرية. بينما تحدثت صحيفة صينية وموقعا أمريكيا آخر عن خطورة الدرونز، ومن بين تلك الطائرات العشر ذكر الموقع طائرات يبهون يونايتد 40 وتعرف أيضا باسم A2 وهي طائرة يستخدمها الجيش الوطني الشعبي الجزائري تحت اسم الجزائر 54. وحسب تقارير عدة مصادر عسكرية أجنبية وردت الطائرة المسيرة التي يستعملها الجيش الجزائري الجزائر 54 ضمن الطائرات المسيرة العسكرية 10 الأشهر والأفضل والأكثر استعمالا في العالم. وقد صممت الطائرة الجزائرية الجزائر 54 للأنظمة وللمهام الاستراتيجية التالية: التقييم شبه الحي للقدرات القتالية، تقييم الخسائر في ساحة المعركة، التجهيزات الاستخباراتية في ساحة المعركة أيضا، القيام بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة ومهام المساعدة الإنسانية، عمليات مراقبة الحدود وتناوب الاتصالات. إن فترة الطيران الفائقة للطائرة الجزائرية جزائر 54 تأتي من تصميم أجنحتها الشراعية ذوات النسبة العالية لأبعادها، ويمكن أن تحمل أيضا منصات مستقرة للكاميرات. المواصفات: المسافة بين الجناحين 20 مترا، أي ما يعادل 65.61 قدما. الطول 11.13 مترا، ما يعادل 36.54 قدما.
الارتفاع 4.38 مترا، ما يعادل 14.37 قدما. مساحة الرفع الكلية 24.3 مترا مربع، أي ما يعادل 261.56 قدما مربع. وزن الطائرة وهي فارغة 520 كيلوغرام. حمولة الإقلاع القصوى 1500 كيلوغرام. وزن الأحمال 1000 كيلوغرام. خزان الوقود 900 لتر. قوة المحرك 237 جالون. محرك هجين. محرك رئيسي 115 حصانا. محرك كهرباء 80 حصانا. أداء الرحلة. سرعة السقوط 50 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل 26 عقدة. سرعة التحليق من 75 إلى 220 كيلومترا في الساعة، أي ما بين 20 إلى 60 مترا في الثانية. عقدة فترة الطيران 120 ساعة. سقف الارتفاع 7000 متر. المسافة بين الجناحين 20 مترا، ما يعادل 65.6 قدما. الأحمال. منصتي استواء تعملان بالجابروسكوب. 4 جيوب تحت الأجنحة، كل منها له القابلية على حمل 100 كيلوغرام. إمكانية التزود برادار من نوع سار ومنظومة صوتية لتحاشي التضاريس. وقد نفذت الطائرة الجزائرية الصنع الجزائر 54 يومي 22 و23 جويلية سنة 2019 عدة طلعات جوية متبوعة بقصف جوي بغرض تدمير أهداف لجماعات إرهابية. استهلت المهمة التي نفذت باحترافية عالية بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت من خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتنفذ إطرها طائرات بدون طيار من طراز الجزائر 54 طلعات جوية قد كللت بتدمير الأهداف المحددة بنجاح تام. أظهرت الأطقم الأرضية خلال هذه العمليات التي نفذت في ظروف جيدة تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعاتها القتالية والعملياتية في تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة عالية. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا واضغط على زر لايك.